السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للإمام اللحن، اللحن أنواع، فيه اللحن الخفي وهذا ما يضر الصلة، كيف عدم إخراج بعض الحروف من مخارجها، والله عدم الإتيان القدرة على صفاتها، كيف نقص الغنة والله نقص القلقلة، وخالق اللحن الجلي، وهو هذا اللي يعرفه الاختصاص وغيرهم، وذاك ينقسم إلى قسمين، هو كامل الأحرام يغير ينقسم إلى قسمين، قسم منه يؤثر على المعنى يغير المعنى، والقسم الثاني لا يغير المعنى. القسم اللي يغير المعنى كيف إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم، والله أنعمت عليهم، هذا يغير المعنى ويبطل الصلاة. وذاك اللي ما يغير المعنى كيف قال اهدنا الصراط المستقيم مثلا، اللي كيف هذا النوع، هذا لحن جلي يغير، ما يغير المعنى. اللحن اللي ما يغير المعنى ما يبطل الصلاة، واللحن اللي يغير المعنى هو اللي بطل الصلاة. واجب نصيحة الإمام يغير بآدابها الشرعية، حد يقبله وحده ويقول له اقرأ لي كذا، ويقول له هذا فيه اللحن وهذا ما هو حالة القراءة، ويلا تصلحها، ويقول له اقرأهم الليلة حالته الصالحة ويقرأها معه. وإلى عاد لراجل كبير ويثقل عليه ذاك يقول له صنت لي نقرأ هذه السورة، ويقرأ عليه ذاك اللي يلحن هو فيه، يلين يقرأ عليه يقول له ذا صالح، يلين يقول له عنه صالح يقول له ما هو اللي نسمعك تقرأ، نسمعك تقول كذا، وهكذا يلين يصحوا. وخير يعدلها له عدة أرواق يجي ياك يترك عنه ذاك.